مساء الخير مشاهدينا الكرام. مشاهدي شوف تيفي مباشرة معكم من وسط المدينة، يعني واحد المنزل اللي مازال سنين ما كمش في البني ديالو ومحلول، ما فيش حتى شي باريار او اشارات ديال البني، واللي كيجيب شي وحده او كيبغي شي الغرض ديالو كيدخل لهاد البلاصه، كتخدم فيه الشفاره، كيباتو فيه المتشردين، شي نهار الله يستر تبقى شي كارثه. هذا واحد النداء لصاحب هذا المنزل، يكملوا في البني، يحبس البني ديالو او دير شي باريار كبير او دير شي باب كبير هنا. يعني هذا المنزل في طور البناء راه كبير بزاف من الداخل. الشكل ديالو كيبين انه ما فيه لا اناره لا والو، وما بين لا بنايه لا حتى شي واحد، غير المحلول اللي جا كيدخل له. نتمنى ان يدير شي حواجز هنا صاحب المنزل او السلطات، باش مابقى حتى شي واحد اللي شفر شي حاجه كيدخل، وما تقدرش ما تزعمش تدخل تبعو علاش، او رجال الامن ما يقدروش يتبعو علاش الداخل باقي يلاه كيتبنى، تقدر شي صور يكون ماشي هو ذاك او شي حاجه ما يكون ما زاكيش. الله يحفظ السلامه وصافي.